أخبار اليوم. أنا عايز أقول أولا دار أخبار اليوم زي ما يعني دار عريقة جدا. أنا ليا من بدايتي في الفن الحقيقة أنا يعني لها مواقف معايا كبيرة جدا من أيام الراحل مصطفى أمين وعلي أمين العظام. طبعا انا يعني بشكر الاستاذ ياسر رزق ان هو فعلا حط ايده على نقطه مهمه جدا، ان الفن هو مقياس الشعوب، وان اي دوله بتقاس فنها بتقاس حضارتها بفنها، والفنانين هم الرسل فعلا لبلدهم. فالاهتمام بالفن وبالفنانين ده امر يعني لازم الدولة تحطه في الاعتبار الأول. أستاذ ياسر اتكلم على إزاي ننمي صناعة السينما. صناعة السينما لازم تدعمها الدولة ويبقى في مؤسسة الدولة. المؤسسة أيام مؤسسة السينما كانت بتنتج أعظم أعمال في تاريخ صناعة السينما. لو مسكنا تاريخ صناعة السينما شفنا الأعمال اللي عملتها مؤسسة السينما نعرف قد ايه ان كانت بتساند المنتجين الجادين انهم يعملوا احسن الاعمال اللي بتبين اللي بتبقى يعني زي رسائل للعالم الخارجي ان احنا قد ايه عندنا فن جيد وقد ايه عندنا شعب متحضر بفنونه الجيده اللي كنا في وقت من الاوقات كانت صناعه السينما متزعمه وفي الصداره. النهاردة بنلاقي مسلسلات وأفلام لبنانية مع احترامي لكل الدول العربية وبتنافس المنتج المصري، أفلام تركية وأعمال تركية ودراما تركية وبتنافس المنتج المصري النهاردة، وده طبعا بيحزننا جميعا. لازم نقف بإيد قوية جدا نساند هذا الفن اللي ابتدى يندثر وينحدر بشكل ملحوظ. انا شخصيا بقالي فتره طويله جدا ما عملتش افلام سينمائيه. انا عملت افلام سينمائيه يعني الحمد لله يعني بصمات الحمد لله في تاريخ صناعه السينما في الوقت اللي كان اي منتج بيخاف انه يجرؤ انه يقدم على افلام جيده. كنت بعمل افلام سياسيه وافلام وطنيه وافلام اجتماعيه وافلام بتبين قاع المجتمع وافلام يعني مواضيع الساعه وكل ساعه. بقالي فترة طويلة أنا ابتعدت عن السينما. ليه؟ لأني لقيت مناخ السينما مناخ صعب جدا دلوقتي إن أنا أنزل وأقبل إن أنا أنزل بمستواي وأعمل أفلام هابطة أو أفلام دون المستوى أو أفلام ما بتقولش أي شيء. وبعد ما عودت جمهوري إن أنا أقدم له أفلام لها معنى واللي بتقدم رسالة وأفلام قيمة، ابتعدت فترة طويلة جدا. اتجهت للدراما التلفزيونية. الحمد لله برضو قدرت أقدم في الدراما التلفزيونية أعمال على نفس المستوى، بس السينما فين؟ أنا حزينة على السينما والحال اللي وصل لها السينما. يعني أنا شايفة يا أستاذ ياسر إن لازم تعود مؤسسة السينما، لازم مؤسسة السينما هي اللي هتقدم الأعمال الجيدة وهتشجع المنتجين الجادين اللي فعلا ممكن يعملوا الصناعة تنهض تاني وترتقي تاني وترجع لمكانتها الحقيقية. وأنا بتمنى من كل الصحفيين إنهم يساندوا صناعة السينما. لازم ما ندمرش هذه الصناعة، ما نحاولش نتكلم على السلبيات بس. اللي يقدم عمل جيد لازم ندعمه ونقف جنبه وبس. وأنا مش عايزة أطول عليكم وكل سنة وانتم طيبين.